اللي يدخل مجال السكتشات وتحديدا تقليد اللهجات مستحيل ما يمر على اللهجة اليمنية لأنها مميزة، بس كمان بسببها راح يتعرض لانتقاد قاسي وهجوم من أهل اليمن. خلونا نسمع كيف قلدها ضيفنا جنتل. مشكلة يا ابن عمي. حبيبي عندي مشكلة، البوري ما يضغط. شوف هذه كويلات، فكها كبوت كبوت يا ابن الناس، صلي على النبي. ايش فيه يا خالد؟ ايش قاعد يسوي؟ يا سلمى مرك عشرة يا اخي. خلاص دق البوري دحين، روح دق. شوف ها ابن عمي، اكيد جرب يا شيخ. قول بسم الله. بسم الله. ايش هذا؟ الله ياخذك. ايش هذا يا علي؟ ابرد السن قبل 15. علي ايش؟ تعال جنتل، انت اثناء تقليدك للهجه اليمنيه في ناس قالوا انه انت اسات لهذه اللهجه، اسات للشخص اليمني. والله ما اسات صراحه. إيه؟ انا اصحابي المقربين جدا، واحد منهم من الجنسيه اليمنيه. انعم واكرم. وللامانه انا احب الشعب اليمني حب كبير. كلنا. ايوه، ولا قلتهم الا محبه. إيه؟ للامانه يعني. بس ليش قدمت الشخصيه هذه اللي هو غشاش؟ لأن أنت قدمت كاركتر يمني غشاش. والله ما هو كثر ما أنه غشاش، كثر ما أنه يعني زي ما تقول إيش، بعض الأوقات يكون واقع. يعني ما هو على يعني جنسية معينة أو حاجة معينة، ولكن تحكي على قولتهم إيش، تحاكي الواقع اللي قاعد يصير، وبعض الأوقات يكون كاركتر مختلق يعني ما له أي أساس في الواقع. لكن أنت اخترعت الشيء هذا بلهجة معينة حبا للدولة المعينة هذه اللي أنت قلتها. احنا متفقين على حبك لليمن وحبنا جميعا لليمن، بس احنا وصلنا علم بانه في مواجهة على ارض الواقع بعد ما انت قلدت الشخصية اليمنية، وكان فيها شوية حدة، ويمكن في محل سيارات كان كمان. طبعا الشيء هذا حصل بعد المقطع هذا اللي انعرض. كان في مقطع ثاني برضو كان باللهجة اليمنية، فواجهت شخص من الجنسية اليمنية يعني حبيبنا يعني يمسي عليه بالخير. جالي المكان دوامي، ما أدري كيف يعني مكان دوامي، جالي إلى مكان دوامي، وكان يعني معصب صراحة، كان مرة معصب. أنت ليش تقلده؟ وش رديت عليه؟ معليش. قلت له معليش. يعطيك العافية. طيبت على خاطر والله.